السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير في احسن الاحوال ان شاء الله. عارفه راسي كنغبر عليكم، ولكن جايبه لكم اليوم وصفه ديال لي بيسكوي او لي صابلي بالزبده من اروع ما يكون. وصفه اللي سهله، المقادير اللي هما بساطين جدا، وبطبيعه الحال كيجيو هشاش ولداد. خليكم معايا حتى الاخير الفيديو باش تشوفوا جميع الاسرار ديال النجاح ديالو. خليو لي في التعاليق الوصفات او الاقتراحات ديال الوصفات اللي تبغيو تشوفوا مستقبلا. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غنحتاجو 115 غرام ديال الزبده. انا درت زبده حيوانيه ديال جوده. غندير صفر بيضه يكون درجه حراره المطبخ، شويه الفانيلا كيبقى اختياري، ممكن تنسموه بالبرتقال. عندي هنا 60 غرام ديال السكر كلاصي، عندي 15 غرام اولا ملعقه كبيره ديال النشا، معلقه كبيره ديال هذا الحليب بودره، وعندي 125 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هي كاس وربع. كلشي المقادير غنخليهم لكم في صندوق الوصف بالغرام وبالكاس ديال العنبه. اول حاجه غناخذوا الزبده، تكون درجه حراره المطبخ ضروري، ما تكونش بارده، تكون لينه بحال البوماد. غنديروها في واحد البول يكون شي شويه غارق. عندي هنا 60 غرام ديال السكر كلاصي، غادي نسم لي بيسكوي ديالي انا بالقشور ديال البرتقال، كيعجبني بزاف وكيعجبو وليداتي، كيجي رائع البرتقال. اولا ممكن ديروا الحامض، ديروا الفانيلا، كيبقى لكم الاختيار على حسب الذوق. المهم ضروري ما يتنسم. كنحاول انني نحرك شويه، ندخل داك السكر مع الزبده غير هكا قبل ما نخدم الباتور باش ما يطلع لياش داك السكر كلاصي. صافي تنخدم الباتور ديالي مزيان على سرعه متوسطه، وكنبقى نضرب حتى كتولي لينا واحد القوام بحال البوماد بحال الكريمه. كتبقاو غاديين شويه بشويه حتى كيتجانسوا العناصر مزيان. صافي غير كتحصلوا على هذا القوام هذا، كتزيدوا صفر ديال البيضه وكتبداو تضربوا عاوتاني حتى كيتجانس لكم هاد العناصر، وبحال كيفتح اللون ديال الخليط. مره مره هبطوا دوك الجوانب ديال البول بالسباتول هكذا باش كتاكدوا ان الخليط متجانس مزيان. صافي ما تضربوش بزاف بزاف، غير كتشوفوا ان داك الخليط ولا كريمي وفتح شويه اللون ديالو، صافي كتحبسوا. غادي نغرب المواد الجافه مباشره فوق الخليط، غنضيف دقيق المايزينا والحليب بودره. بالنسبه للدقيق راني ضفت فيه واحد القبيصه ديال الملحه، ضروري تضيفوا الملحه، انا ما كنبينهاش كنساها، حيت هكا مباشره كنديرها انايا مع الدقيق وكنسى ما نبينها. بالنسبه للحليب بودره الا كنديروه من الافضل، لانه كيخلي داك البيسكوي يجي هشيش كيدوب في الفم. الا ما عندكمش ممكن تستغناو عليه، ولكن من الافضل ديروه. صافي هنايا كنستعنوا غير بالسباتول هي باش كنخلطوا، كنحطوا الباتور وكنبقاو نخدموا داك الخليط حتى كيتجانس لنا الدقيق، وكنحصلوا على واحد العجين اللي كيكون متماسك شاد فراسو شويه، ما كيكونش جاري. هذا هو القوام اللي حصلت عليه، ها هو كيف كتلاحظوا. تتاكدوا ان كل شيء العناصر متجانسه. صافي هنايا كنحبس، ما كنبقاش نخلط مازال، وكنوجد لابوش ديالي اللي غادي نقاد بها هاد لي بيسكوي. بالنسبه للادوي انا استعملت هذه اللي كتكون مسننه بالضبط 1 ام، كتكون مكتوبه فيها 1 ام، كتعطي واحد الشكل زوين بزاف. وبالنسبه لابوش الا عندكم، انا عندي هذه صحيحه يعني قاصحه، واخا جو طابل ولكن قاصحه. كاينين بعض الخطرات كيكونوا دي بوش اللي كيكونوا خفاف بزاف ودغيا كيطرطقوا، هذوك تيحصلحوا غير لي كريم. بالنسبه للعجين بحال هكذا كيخصكم بحال هاد لي بوش. الا عندكم غير دوك الخفاف من الافضل انكم تضبلوها هكذا، ما الا طرطق لكم البوش الاولى كتكون البوش الثانيه كتبقى شاده لينا العجين. ممكن تستعملوا واحد الاداه كتكون خاصه بلي بيسكوي، غنخلي لكم الصوره ديالها هنا باش تشوفوها، حتى هي كتليق لهذا النوع ديال لي بيسكوي وهذا النوع ديال العجين. كنحاول انني نوزع العجين ديالي في لابوش مزيان، ونتفادى انني ندخل ليها الهواء. كيف كتلاحظوا هكذا تبقاو تخدموها شويه بشويه
حتى كتوزعوها على هذا لابوش كامله، ومن بعد كتبقاو تزيرو. سهله بحال كتصاوبوا شي داك لاباطاشو ولا شي حاجه، غير هو هذا قاصح شي شويه لاباط ديالو، كتجي شويه قاصحه ماشي بحال صافي. كتاخذوا اللاطا ديالكم كديروا فيها ورق الطبخ، اولا الا عندكم هاد لي طابي سيليكون. الا عندكم ورق الطبخ حاولوا تثقلوا شويه من الجوانب هكذا باش ما كيتحركش ليكم ملي كتبوشيو، لان هاد كيف كتلاحظوا راه كتحرك ليا شويه لابلاك. غير ثقلتها بواحد الكاس هكذا باش خلاتني نخدم على خاطري. بالنسبه للشكل ديال لي بيسكوي كيبقى لكم الاختيار، سواء ديروهم هكذا دايرين اولا كديروهم دوك الطوال. صافي هنايا كنكون مسخنه الفران ديالي على 150 درجه، العافيه ما تكونش مجهده بزاف، لي صاب لي ما تيبغيوش العافيه تكون مجهده. 150 درجه شعلت من الفوق ومن التحت ودرت اللاطه ديالي لتحت وخدمتها لمده 35 دقيقه. انا حققتها مزيان هكا، ديروا المينيتري وحققوها باش هكذا كتفاداو انه يتحرق لكم البسكوي. خاصو ما يكونش حراره مجهده باش ما يطيبش، يتحمر من الفوق يتخطف ومن الداخل ما يكونش طايب. كيف كتلاحظوا كيجي طايب من الداخل مزيان وواخد واحد اللون مذهب. مهم في جميع انواع لي صابلي طيبوهم على درجه اللي كتكون منخفضه، انا 150 درجه كانت كافيه ليا. كنخليهم حتى يبردوا تماما وكنحتفظوا بهم في شي علبه محكمه الاغلاق. ممكن تخليهم هكذا ناتور اولا تغمسوا النص ديالهم في الشوكولا حسب الاختيار، شوكولا بالحليب اولا شوكولاته السوداء. نتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، طبقوها وترسلوا لي تطبيقاتكم كيف العاده في الانستغرام ديالي. ما تنساونيش من تعليقكم اللي كتشجعني اكثر. اللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. شكرا على الوفاء ديالكم، الى وصفه قادمه ان شاء الله.